تشكل المرأة العراقية عنصرا مهما في ثورة تشرين منذ انطلاقها مطلع تشرين الأول الماضي، رغم تعرضها لمضايقات اجتماعية وسياسية نتيجة مشاركتها في المظاهرات. الضغوطات اللي قاعد نواجهها انه اكو ناس من الأحزاب قاعد يجون يتقدمون علينا بأماكن عملنا، قاعد يحجون علينا وعلى دورنا ويضغطون علينا من كل الأحوال، حتى لما كنت نعالج واحد من الشباب يعني يظلون يتدخلون ما تعرفين او انتي مره ما تقدرين تعالجين، يعني وتهديدات ما عدا اللي نتعرض اكثر من مره، الملاحقات وتهديدات على التليفون ويجون الاهالينا هم نزيد اكثر وما نستسلم وما نتراجع مننا ابدا. يعني هي معارضه حياتها للخطر ومتقدمه ورغم التهديدات ورغم اهلها وكل شيء متقدمه اللي قدام هناك. لكنها أصرت أن تقف وقفة مشرفة بوجه الظلم وتنطق كلمة الحق بكل قوة وإجلال لمساندة إخوانها وأبنائها للتعبير عن حبها وولائها للوطن والوقوف بوجه الفاسدين. رسمت المرأة العراقية في هذه المظاهرات صورا مشرفة ومتنوعة، فكانت المساندة والمرابطة مع إخوانها في ساحات التظاهر، وتركت العمل ومقاعد الدراسة للنطق بكلمة الحق. فالمرأة العراقية هي بوقفتها الحرة كطبيبة تسعف المتظاهرين أو تعد لهم الطعام أو تهتف بوجه الظلم أينما كانت تجد لنفسها دورا. بائعة المناديل التي أصبحت أيقونة من أيقونات ثورة تشرين، عنكم ببعيد. تزامنا مع إحياء العالم في 8 آذار ليوم المرأة العالمي، دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين جميع نساء العراق إلى الخروج في تظاهرات يوم الثائرة العراقية. وقالت اللجنة إن العالم يحيي يوم المرأة، فيما تعاني المرأة العراقية من تدهور خطير في البلاد على يد القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها، من خطف واعتقالات تعسفية وترهيب وتعذيب وقوانين مجحفة. وتأتي تلك الانتهاكات مع وجود العديد من المنظمات المختصة بشؤون المرأة والتي أسست بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، لكنها لم تحرك ساكناً لإنصاف نساء العراق. فقد استهدفت النشطة في التظاهرات بالقتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب من قبل الميليشيات للحد من مشاركتهن في التظاهرات، وهذا ما أكده موقع مودرن بوليسي من أن ميليشيات في العراق تحاول استثمار الأزمة السياسية في البلاد للإسراع في فض التظاهرات باستخدام القوة والتهديد بقتل الناشطين. وتلبية لدعوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، خرجت تظاهرات نسوية حاشدة أمام مبنى وزارة التعليم العالي وساحة التحرير في بغداد والمحافظات للمشاركة في مليونية المرأة الثائرة ودعما لثورة تشرين. هذا وأشاد ناشطون في التظاهرات بدور المرأة العراقية المؤثر في مسار الثورة، حيث تحدت المرأة آلة السلطة القمعية وأساليبها التي دأبت على الانتقاص منها والتشهير بها، ووقفت جنبا إلى جنب مع أبناء وطنها في جميع ساحات التظاهر مطالبة بحقوقها المسلوبة ومتضامنة مع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة.